دور محوري وفاعل يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في رفع مستويات الوعي السياسي والثقافي في البحرين. وقد جاء ملتقى التنمية السياسية البحرين انتماء ومواطنة ليناقش أبرز التحديات والموضوعات التي تواجه المجتمعات في تحقيق أعلى درجات المواطنة الصالحة. الاستثمار بالفكر والثقافة الوطنية أكبر مكتسبات الشعوب المتقدمة، والذي يمكنها من تحقيق جملة الطموحات الوطنية إلى واقع حقيقي يجسده الوعي بمكانة المواطن الصالح بسمو قيمه ومتانة مبادئه ورقي أدواته، التي سعى ولا يزال معهد البحرين للتنمية السياسية لتنميتها بكل احترافية. يجب على صناع القرار في هذه الدول تعزيز مثل هذه المفاهيم اللي هي المواطنة والانتماء للبلد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، لأن هناك من ينظر لنا كلقمة سائغة ولكن هيهات لهذا الفكر. احنا ابناء اوطاننا، تربينا فيها، ترعرعنا فيها، نعرف قيمتها، ما نفرط في شبر منها لا فكريا ولا مساحة ولا اي شيء من هالنوع. الحين طبعا معهد التنمية السياسية اليوم عرض لنا قضية الانتماء والولاء الوطني. انا اعتقد هذه من ضرورة اليوم احنا نتكلم عنها، خاصة ان احنا نشوف بعض الدول خاصة الدول المحيطة بنا تتعرض إلى زعزعة هذه الهوية الوطنية الجامعة اللي هي فوق المعتقد، فوق المذهب، فوق العرق. أعتقد أن معهد التنمية اليوم استطاع أنه يوصل هذه وأن يعني يسلط الضوء على مرتكزات هذه القيمة الإنسانية الراقية في الارتباط مع الأرض، حب الأرض، الولاء الوطني. التعلم المستمر هو الصفة السائدة لدى أكثر المجتمعات تقدماً، إلى جانب التعايش الفكري والمسؤولية الوطنية المشتركة التي يسهم في تجسيدها جميع مكونات المجتمع، بدءاً بالأسرة والمدرسة وصولاً إلى الانخراط المجتمعي الشامل. لا شك أن هذه المنتديات تعزز الرؤية الملكية في المواطنة، مثل هذه الملتقيات تعزز المواطنة للنشء. احنا كمؤسسة تشريعية داعمين لكل الجهود التي تصب في مصلحة المواطنة، ولا شك ان هذا الجهد اليوم في الملتقى مكمل لجهد باقي الوزارات والهيئات الحكومية والسلطة التشريعية كذلك من اجل تعزيز المواطنة، التي هي رؤية جلالة الملك من خلال مثل هذه المنتديات. نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نتشارك ونتعاون دائما في تدريب الكوادر الوطنية لترسيخ حب المواطنة وتطوير الذات في المواطنة. أيضا هناك الكثير من البرامج التدريبية بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد التنمية السياسية في حقوق الإنسان وفي التسامح وفي التنمية أيضا الوطنية. إحنا كطلاب علوم سياسية دائما نحاول نلقى فرص داخل وخارج الجامعة نستفيد منها، ولما سمعنا عن الملتقى قلنا أنه هذه فرصة مميزة نجي ونسمع آراء الخبراء في هذا المجال، وطبعا هم يتكلمون عن مواضيع كثيرة ومتنوعة، وهذه مو أول مرة أشارك في فعالية المعهد، شاركت قبل، وهم دائما يقدمون أفضل الفعاليات وفي تثقيف توعية المجتمع البحريني. معهد البحرين للتنمية السياسية، ولكونه إحدى ثمرات مشروع جلالة الملك الإصلاحي، يجسد سعي المملكة الجاد لرفع الوعي المجتمعي لدى مختلف أفراد المجتمع في تحقيق كل ما تصبو له البحرين من تطلعات وطموحات محورها التنموي الأول هو المواطن الصالح. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.